تغير جديد في ثمن المحروقات بالمغرب. في الوقت الذي تسجل أسعار المحروقات انخفاضا في الأسواق الدولية، نجدها تتجه للارتفاع في الأسواق المغربية اليومين المقبلين، وستكون الارتفاعات طفيفة وفي حدود 30 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من الغازوال و10 سنتيمات لكل لتر من البنزين الممتاز. كانت في حدود 32 سنتيما للتر الواحد لأسعار الغازوال و21 سنتيما للتر في أسعار الوقود الممتاز.